سادتي الأكارم، محدثكم الدكتور أحمد السبتي يقرئكم التحية والسلام نيابة عن مضيفنا الأخ أبا عزيز، ويسره أن يرحب بكم في هذه الأمسية، أمسية الخميس 23 من شهر رمضان المبارك للعام 18 بعد 1400 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق 22 من ثاني الكانونين عام 98 و900 وألف، ويدعوكم الاستماع إلى المنقبة النبوية الشريفة أداء كل من الحافظ علي حسن داود نجل من دانت له قوافي الأبوذية في طور الصبي المرحوم حسن داود، يشاركه الأساتذة قارئي المقام محمود الفاضل ونمير يحيى عبد الرزاق وبطانتهما. أعاد الله الجميع بالخير والبركة. أعد هذا التسجيل سادة الأكارم وأشرف عليه الدكتور أحمد السبتي، سادتي الحافظ علي حسن داود، في تلاوة كريمة من آية الذكر الحكيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وتوكل على الله صدق الله العظيم. نتشرف بقراءة الفاتحة إلى روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أمته جميعا. الفاتحة. صلوا على أبي القاسم محمد. عليك والله يا علم الهدى، علم الهدى يا مسطى فارواح
الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وعلى مقامه فوق كل مقام، فضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، كان للأولين مبدأ وللآخرين ختام،
زهر الكون زهر الكون فالربيع ورود زهر الكون فالربيع ورود حيث فيه محمد حيث فيه محمد مولود فالبرايا لهم من البشر أنس فالبرايا بشر أنس وعلى سلم السرور صعود
مالك الملك في يديك قيادي مالك الملك في يديك قيادي ألهم الحمد والثناء فؤادي يا هدى السالكين في كل شعب وسنى المدلجين في كل وادي اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد ارم صدري بنفحة منك يا رب هل يحظى بمدح خير العباد ليجاد باسمك الخلائق جمعا المنادين بسؤله ومنادي كلهم سائل وأنت مجيب تلك دعواك تلك نعماك تلك نعماك ما لا من نفادي كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأتي في رمضان فليأتي في رمضان فليأتي في رمضان باب طيب
حبيبي ويفوز من عرف الصيام ويفوز من عرف الصيام بطيبه أوليس قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي الصوم لي وأنا الذي أجزي به يا صائمي رمضان يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا بوعد وثقوا بوعد الله إذ فيه المنى أوليس هذا القول قول أوليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي وأنا الذي أجزي به من صام نال الفوز من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى عليه مقبلا يا من يروم توسلا وتوصلا صم رغبة في قول رب قد علا الصوم لي وأنا الذي أجزي به يا فوز من للصوم قام بحقه وأتى بحسن القول فيه وصدقه ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه فالله من فالله عن أي فالله قال عن الصيام لخلقه الصوم لي وأنا الذي أجزي به أي جان أي جان مولا لحدي خذني وياك يا حدي خذني وياك للنبي الغالي يا فتى للنبي الغالي وعطف وعطف على الولهان وعطف على الولهان يا ذا الجلال يا فتى يا ذا الجمال والله حسن عجيب يا I'm sorry.